الظفر الناشب. عندما ينمو أظفر قدمك بشكل أو اتجاه غير طبيعي، فإن حوافه أو زواياه تنمو في الجلد المجاور للظفر. تسمى هذه الحالة باسم الظفر الناشب. الضغط الناتج عن نمو حافة الظفر يحفر في الجلد مسبباً لألم والتورم والاحمرار والكثير من الانزعاج. تصيب هذه الحالة أصبع القدم الكبير بشكل شائع. يمكن أن يحدث في أحد جانبي الظفر أو كلاهما، ويمكن أن يحدث في قدم واحدة أو كلتيهما. يعتبر الظفر الناشب حالة خطيرة في حال كنت تعاني من الداء السكري أو من حالة مزمنة أخرى تؤثر سلباً على التروية الدموية للقدم. الأسباب. السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالظفر الناشب هو قص الأظافر بشكل قصير جداً أو قص زوايا الظفر. يؤدي ارتداء الأحذية الضيقة إلى الضغط على جوانب الأصابع، مما يدفع الظفر إلى الجلد المحيط به. الإصابة بالظفر الناشب أكثر شيوعاً عند الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق في أقدامهم كالمراهقين مثلاً. يمكن للأنشطة التي تقوم فيها برك الشيء بشكل متكرر أو الضغط على أصابع قدميك لفترة طويلة من الوقت أن تسبب أزياء في الأظافر وتزيد من خطر الإصابة كرخص البالية مثلاً. يمكن أن يؤدي شد الأظافر ونتفها بدلاً من قصها بأداة إلى ترك جزء حاد كالشوكة عند حافة الظفر. في كثير من الأحيان لا تكون هذه الشوكة مرئية أو محسوسة حتى تبدأ بالنمو واختراق الجلد. يمكن أن يلعب شكل الظفر أيضاً دوراً مهماً، خاصة عندما يكون الظفر ملتوياً أو منحنياً كما في الحالة المعروفة باسم أظافر الكماشة بنسر نيل. تشوه الإبهام كالإبهام الأفحج، وهي حالة ينحرف فيها الإبهام نحو الأصابع الصغيرة، قد يؤدي الضغط الناتج على الظفر في النهاية إلى انغراز حافته في الجلد. يمكن أن تؤدي أمراض الأظافر كالإصابة بالفطور إلى تغير في شكل الظفر، مما يسبب لاحقاً الظفر الناشب. الأعراض. في المرحلة الأولى، وهي المرحلة الالتهابية، يعاني المريض من احمرار خفيف وتورم وألم وإيلام في طية الظفر الجانبية. في المرحلة الثانية، وهي مرحلة التقيح، يزداد الاحمرار والوزمة والإيلام. تبرز الطية فوق حافة الظفر ويبدأ النز. في البداية يكون النز عبارة عن إفرازات مصلية لزجة، وبسبب وجود الجراثيم بشكل طبيعي على الجلد، فإن العدوى الجرثومية تحدث بسرعة ويصبح النز قيحياً. في المرحلة الثالثة، مرحلة التحبب، تغطي الأنسجة الحبيبية طية الظفر الجانبية وتمنع التصريف، ويصبح من الصعب رفع حافة الظفر من طية الظفر الجانبية. يمكن أن تتطور هذه الحالة إلى حالة مزمنة بدون أعراض نسبياً خلال عدة أسابيع، وقد يحدث فيها نوبات التهابية حادة ومتكررة. التشخيص. كن حذراً، فإن بعض الحالات كالأورام أو الأجسام الأجنبية أو الإصابات الفطرية قد تبدو كأنها الظفر ناشب للعين غير الخبيرة. إذا لم تكن متأكداً فاطلب المساعدة من طبيبك. يمكن لطبيبك تشخيص الظفر الناشب بناءً على أعراضك والفحص السريري لأظفرك والجلد المحيط به. الوقاية من الظفر الناشب. ارتدي أحذية توفر مساحة كافية عند أصابع القدم، وارتدي الجوارب التي تسمح لأصابع قدميك بالتحرك بحرية. تأكد من تقليم أظافرك بشكل صحيح، قصهم بشكل مستقيم وليس منحني، وتفادى قصهم بشكل قصير جداً. يمكنك ترك أظافر قدمك أطول قليلاً في الزوايا كي تنمو فوق الجلد. لا تستخدم أداة حادة كمقص الأظافر مثلاً لحفر تحت أظافرك، لأن أصبعك قد يصاب بالعدوى. تجنب الصدمات على أصبع قدمك. إذا كنت تمارس رياضة تعرض أصابعك للكثير من الضغط، حاول المشي حافي القدمين لمدة ساعة أو ساعتين بعدها. إذا كنت تعمل في مكان قد يصاب فيه إصبعك، فارتدي أحذية ذات مقدمة مقواة ومتينة لحماية أصابعك. تجنب العرق أو الرطوبة وحافظ على جفاف قدميك. إذا كنت مريضاً بمرض السكري أو لديك جهاز مناعي ضعيف أو ضعف في التروية الدموية، فيجب عليك طلب رعاية طبية على الفور لعلاج الظفر الناشب حتى لو بدت لك الأعراض بسيطة. العلاج. يعتمد علاج الظفر الناشب على شدة الأعراض ووجود العدوى الجرثومية. في المرحلة الأولى، يشمل العلاج تناول المسكنات التي تساعد في تخفيف ألم إصبعك. نقع قدميك في ماء دافئ لمدة 15 إلى 20 دقيقة 3 إلى 4 مرات في اليوم. يقلل النقع من التورم ويخفف الألم. ارتداء أحذية مفتوحة عند الأصابع أو صنادل حتى يتحسن إصبعك. رفع حافة الظفر بوضع قطن أسفل زاوية الظفر. غالباً ما يكون هذا الإجراء مؤلماً، لذلك قم به بعد نقع قدميك بالماء الدافئ، لأنه يجعل الظفر أكثر تراوطاً وليونة.
كرر هذا العلاج يوميا حتى ينمو الظفر ويمكنك قصه بشكل صحيح. يكون قص الظفر بشكل مستقيم وبزوايا قائمة على حافة بعيدة للظفر. عادة ما يكون هذا العلاج ناجحا في غضون 2 إلى 3 أسابيع. خيار العلاج المحافظ الآخر هو تجبير الظفر، والذي يفصل الظفر عن نسج الرخوة المجاورة لتوفير قناة يمكن أن ينمو فيها الظفر. يمكن تصنيع الميزابة التي يتم لصقها على حافة الظفر المنغرزة من قطعة من أنبوب جهاز السيروم بقصه من جهة واحدة. يمكن استخدام القوة المباشرة لرفع الظفر وتخفيف الضغط الواقع على نسج الرخوة الملتهبة بواسطة أجهزة تتكون من خطافين موضوعين على جانبي الظفر ومتصلين ببعضهما تحت تأثير شد بواسطة سلك. قد يوصي طبيبك أيضا باستخدام المضادات الحيوية الموضعية أو الفموية، خاصة إذا كان أصبعك مصابا أو معرضا لخطر الإصابة بالعدوى. المرحلة الثانية، من الممكن علاج هذه المرحلة بشكل غير جراحي عن طريق إزالة كامل الضغط عن إصبع القدم بما في ذلك الضغط بسبب الجوارب الضيقة، ونقع القدم في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة 4 إلى 5 مرات في اليوم. يجرى زرع وتحسس للنزل القيحي ونبدأ بمضاد حيوي واسع الطيف. ضع مرهم مضاد حيوي على منطقة الألم وقم بتغطية الإصبع. عندما يخف التورم يجب أن يخف الألم، ويمكن البدء بتطبيق العلاجات السابقة المستخدمة في المرحلة الأولى. لا يجب استخدام تلك العلاجات إذا لم يتوقف النزع أو يتراجع الالتهاب بشكل كبير. تستغرق المعالجة غير الجراحية لآفات المرحلة الثانية وقتا طويلا بالنسبة للمريض والطبيب، ولا يمكن تنبؤ بامتثال المريض لها، ومن المحتمل أيضا النكس بعد العلاج غير الجراحي عندما تصل الإصابة إلى هذه الدرجة. لذلك بالنسبة للحالات الناكسة وفي المرحلة الثالثة وفي العديد من المرضى من المرحلة الثانية يفضل العلاج الجراحي. خيارات العلاج الجراحي عديدة تجرى تحت التخدير الموضعي في عيادة الطبيب، ولكن سنتحدث فقط عن أكثرها شيوعا. الإجراء الأكثر شيوعا لعلاج الظفر الناشب هو الاستئصال الجزئي للحافة الجانبية للظفر مع حرق وقتل خلايا رحم الظفر كيميائيا باستخدام الفينول. الإجراء الآخر هو استئصال إسفين من الحافة الجانبية للظفر والطية المتراكبة فوقه واستئصال رحم الظفر جراحيا عن طريق القص والتجريف بطريقة فينوغراد. قد يقترح الطبيب الاستئصال الكامل للظفر مع رحم الظفر عند المرضى في منتصف العمر أو كبار السن الذين يعانون من مشاكل وتشوهات الأظافر المتكررة، وعند المرضى الأصغر سنا وعادة ذكور منهم حيث الاهتمام أقل بالناحية الجمالية الذين خضعوا لعدة عمليات لإصلاح الظفر الناشب الناكس. التعافي بعد الجراحة. انقع ابهامك وهو ضمن الضماد من 2 إلى 3 مرات يوميا في ماء دافئ مع بيتادين بدءا من اليوم التالي للعملية. بعد النقع ضع مرهم مضاد حيوي على الجرح وغير الضماد. انزع الضماد في اليوم الثالث. يجب تجنب ارتداء الأحذية في البداية، ولكن إذا كنت مضطرا لارتدائها فمن الأفضل ارتداء الصنادل أو الأحذية المفتوحة من الأمام لتجنب الضغط على الإبهام أثناء شفائه. يمكنك على الأرجح استئناف أنشطتك العادية في غضون أسبوع. يجب عليك الامتناع عن الجري أو ممارسة الرياضة لمدة أسبوعين بعد الجراحة. ما هو شكل الظفر بعد الجراحة؟ إذا تم إجراء استئصال جزئي للظفر ورحمه فسيظهر الظفر أضيق ببضع مليمترات في الجهة المصابة. إذا لم تتم إزالة جزء كبير من الظفر أثناء العملية فإن المظهر العام للظفر لن يتغير بشكل كبير.